انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق اي حاجه، شوفي بقى مفيش هتعبك معايا اي دقيق عندك مفيش مشكله. 3 كوبايات من الدقيق هنحط عليهم رشه ملح، وهنستخدم كمان معلقه صغيره من السكر وميه دافيه للعجن، بس كده ولا اي حاجه تانية، ولا بنحط خميره ولا بنحط حاجه خالص. هو دقيق، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من السكر، وشويه ميه دافيه نعجن بيها العجينه الحلوه دي، وبتبقى جاهزه انها تبقى تتفرد بقى. بنفردها بالزيت وبنسويها على النار وبس خلاص. بعد ما بنعمل خبز الصاج اللطيف دوت، ممكن بقى نحشيه اي حشوه. احنا هنا محضرين معانا اسهل حاجه واسرع حاجه في الدنيا علشان كل الولاد بيحبوها، البطاطس المحمره. شويه بطاطس محمره معانا، مثلا خيار مخلل، وطبعا لسه كمان هنعمل في الفقره الثانيه التوميه، فهنحضر التومية ونحطهم كلهم بقى مع بعض، نعمل سندوتش لطيف جدا جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان انا بحب خبز الصاج ده مع تومية وطعمية وجرجير، بيبقى تحفة تحفة. ان شاء الله يا رب الوصفة تعجبكم، ويلا نعملها مع بعض. انا هجيب هنا كده بولة كبيرة اهو، ونحط الدقيق، نحط الملح والسكر. ملح والسكر، السكر هتعمل يعني هيدي لون حلو للعجينه، والملح طبعا عشان العجينه يبقى ليها طعم. انا هنا عايزين نسخن شويه اهو كده، ومعنا شويه ميه دافيه نلم بيها العجينه كده. طبعا هي ما فيهاش خميره، ليه بنستخدم ميه دافيه؟ الميه الدافيه بخبرتي انا يعني البسيطه المتواضعه في العجن، بحس انها افضل بكتير واحنا بنلم العجينه، ما اعرفش ده احساس كده. انا بحب دايما استخدم الميه الدافيه في العجن عموما، بتبقى لطيفه قوي مع الدقيق. بحاول احط شويه بشويه عشان الميه ما تكترش مني كده، واعجني وشوفي هتحتاجي ميه تانية قد ايه كده، وبالتدريج تحطي. حاسه انها كترت مني، يا دي النيله. يوه، جيب شويه دقيق. لا وشفتوني وانا بنصحكم وبقول لكم ما تكتروش قوي. سلام. اهو اخ يا عيني، انا عجزت يا جماعه، واحد عجز تقريبا، بس انا بفضل برضو ازود دقيق برضو بالتدريج. بصوا لغايه ما تنشف بقى. واو، بقول لكم ايه، ما تعملوش الوصفه دي. لا لا، سهله سهله اهو، خلاص حصل خير، حصل خير يا اخوانا، مش كده اهو. خلاص، ولا هنحط دقيق ولا هنحط ميه، وبتلزق سنه كده ولذيذه. هو ده اللي احنا ايه، هو ده اللي احنا عايزينه كده. ونفضل بقى نعجن فيها شويه حلوين لو سمحتوا، يعني هتفرق جدا لما نعجن فيها شويه حلوين كده، هتلاقوها اختلفت قوي قوي في ملمس العجينه، وديتك نتيجه هايله. بس احنا بقى نعمل ايه؟ عايزين نعملها كور بعد ما بتتعجن حلو، نقسمها مثلا ما دام 3 كوبايات دقيق، فغالبا هتبقى 3 4 كور بالكتير. طبعا هي كده لسه ما اتعجنتش، انتوا المفروض تعجنوها مده اطول. وبنقسمها كده وبنديها كده دهنة زيت على الوش، وبنغطيها وبنسيبها ترتاح تقريبا يعني مش اقل من نص ساعة، تمام، بعد ما بتتعجن كويس كده، ونبقى ايه متأكدين ان الزيت مغلف العجينة، ونغطيها ونسيبها ترتاح زي ما اتفقنا اقل حاجة نص ساعة علشان نبتدي بقى ايه نستخدمها. كده اوسع مكان، نشيل الحاجات دي. كده اهو، وهنجيب القرمه الحلوه بتاعه العجين بتاعتنا، وانا معايا طبعا بقى ايه العجينه مرتاحه ولطيفه جدا اهو. لما بتتعجن وبترتاح بتبقى هايله بقى. ناخد شويه زيت هنا كده على القرمه كده، واخد واحدة من العجين اللطيف ده اهو كده، برضو معلقة زيت كده خفيفة
نفردها كده. بالراحة خالص، لما بترتاح بتلاقوها بتتفرد معاكوا بسهولة. مهم جدا الموضوع ده. اهو بحاول افردها على قد ما اقدر بالشكل اللطيف ده. ومعانا هنا بقى طاسة على النار، هنديها برضو كده ايه لفة زيت خفيفة خالص. ايه لفة زيت دي؟ عشان انا بلف ازازة الزيت، قصدي معلقة زيت. وناخد العجينة الحلوة اللي احنا فردناها دي ونحطها عليها كده. اهو دي اللي احنا فردناها مع بعض كده. بصوا لونها اتغير على طول بالشكل الحلو ده زي ما انتم شايفين. اهو تلاقوها بتلف كده، ناخدها على طول الناحية التانية. ده يا جماعة خبز الصاجي يجنن، خطير وسهل جدا جدا. وتعملي منه بقى كمية براحتك خالص، وتشيليها في الفريزر زي ما قلتلكوا، بتنفع بقى في أي وقت انت مكسلة فيه. وكمان تبقي عاملة لهم سندوتش بخبز الصاج، شوفي بقى يعني مدلعهم آخر حاجة. أهو ياخد لون بس كده خفيف ويبقى خلاص. وده كمان يا جماعة نفس بالظبط الرقاق الطري، لما تكوني عايزه تعملي رقاق طري نفس الحكايه بالظبط بنفس الطريقه، وتعملي احلى صينيه رقاق طري بيطلع تحفه تحفه خطيره. هي يا جماعه بصوا تجنن تجنن، سخنه بس مش عارفه امسكها. واحنا عاملين منها طبعا هنا كميه لطيفه جدا علشان السندوتشات. ان شاء الله تجربوها، جربوا العجينه وتعملوها، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله.